أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي العقيد رايان ديلون تحرير 45% من مدينة الرقة من احتلال داعش، مضيفا في تصريحات لأخبار الآن أنه لا يمكن إعلان النجاح في هذه المدينة في ليلة وضحاها، حيث ما زال هناك كثير من العمل لا سيما مع استمرار امتلاك التنظيم عددا من المعاقل في العراق وسوريا. There's not going to be an overnight success. There's still plenty of work to be done. We're about 45% of the city of Raqqa. لن يكون هناك نجاح كامل في ليلة وضحاها، حيث ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه. الآن تم تحرير 45% من الرقة، لكن ما زال هناك بعض من معاقل داعش داخل العراق مثل تل العفر والحويجة والقائم، وفي سوريا بعد تحرير الرقة ما زالت هناك معاقل أخرى لداعش مثل دير الزور والميادين والبوكمال أسفل هذه المدن.